طرق منزلية لعلاج الحروق البسيطة. الحروق البسيطة هي أحد الظواهر المنتشرة بكثرة في المنزل وفي كل مكان، ورغم أنها لا تستدعي في غالب الأوقات تدخل طبيب، إلا أنها تكون مؤلمة لصاحبها، ويظل هذا الألم لفترة قد تمتد لعدة ساعات، ويبدأ المتألم بمحاولة وضع يديه في ماء بارد وغيرها من الطرق التي قد لا تجدي نفعا. وإليك الحل النهائي لدواء الحروق البسيطة. علاج الحروق البسيطة بالمنزل: استخدم المواد الغذائية المتوفرة في المنزل والتي تعمل كمسكن للألم ومعالج للحروق، وهي كما يلي: معجون الأسنان: أثبت معجون الأسنان فعاليته في التئام الحروق وتسكين الألم. يمكنك وضعه على المنطقة المصابة وتركه لمدة ثلث ساعة ثم شطفه بالماء البارد. خل التفاح: يوضع القليل من خل التفاح على قطعة نظيفة من القماش ويمسح بالقماش على المنطقة المحروقة ليقلل من الألم ويسهل علاج الحرق. البطاطس: قشري ثمرة من البطاطس واشطفيها جيدا، ثم قطعها إلى شرائح سميكة. استخدم شريحة منهم وضعيها وهي نيئة على المنطقة المحروقة. الشاي: اغلي القليل من الشاي العادي في كوب من الماء واتركيه حتى يبرد تماما، وبللي قماشة نظيفة بالشاي البارد ثم ضعيها على المنطقة المحروقة ليخفف من الألم الذي تشعرين به. البصل: عصير البصل يعالج بشكل فعال جدا للحروق، كما يمنع التقرحات من التشكل. زلال البيض: البيض يحتوي على الكولاجين الطبيعي الذي يغذي بشرة الجسم، وخاصة زلال البيضة، والذي ننصحك في استخدامه لعلاج الحرق عن طريق خفقه قليلا في إناء ثم وضعه على المنطقة المحروقة لمدة ربع ساعة ثم يشطف بالماء البارد. صلصة الصويا: تضع صلصة الصويا على المنطقة المحروقة لمدة نصف ساعة، فهي تعالج الحروق وتسكن الألم. برد الحرق بواسطة الماء بدرجة حرارة الغرفة 10 إلى 25 درجة. بيكربونات الصوديوم: تمزج بيكربونات الصوديوم بقليل من الماء وتوضع على المنطقة المحروقة وتلف المنطقة بكيس من البلاستيك لمدة ربع ساعة، بعدها سيختفي الألم نهائيا. الحليب: لا شك أن جميع السيدات يعرفن فائدة اللبن في علاج البشرة، فهو يرطبها ويعود إليها التوازن، لهذا لا تترددي في وضعه على منطقة الحرق واتركيه لمدة ربع ساعة ثم اغسليه بالماء البارد. الخردل: يوضع الخردل على المنطقة المتقرحة أو المحروقة ويترك حوالي ربع ساعة ثم يغسل بالماء البارد. العسل: إذا فكرت في استخدام العسل لعلاج الحرق فعليك بوضع الماء البارد أولا على المنطقة المحروقة حتى يخفف الماء من آلامك، ثم ضع القليل من العسل على الحرق ولف المنطقة المحروقة بالشاش قليلا، فالعسل سيقلل من الفترة الزمنية اللازمة للشفاء. اترك الشاش على المنطقة المحروقة لبضع ساعات ثم اشطف المنطقة بالماء البارد. استفيدي من نصائح علاج الحروق البسيطة بالمنزل في حال وقع حادثة حرق، ولا تترددي في زيارة الطبيب فورا عند إصابتك بالحروق الثانوية، لأنها قد تستدعي حصولك على بعض العقاقير المتخصصة لعلاجها. متابعينا الأعزاء، لا تنسوا الضغط على لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد.